ينضم معنا من مالمو السيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. السيد لبيد، بداية مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. انتقادات كثيرة وجهت إلى خطاب مرجعيتي النجف وكربلاء، يعني في من جانب هي تحذر من الفساد ومن جانب آخر يعني تشرعن عمل المسؤولين. المرجعية كيف نفهم توجهاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأهنئكم وأهنئ جميع العاملين في قناتكم المباركة وجميع مشاهديكم بالعيد السعيد، وأتمنى أن يكون عيدا مباركا على جميع الأخوة والأخوات في ربوع العراق وفي داخله وخارجه. حياكم الله. بالنسبة لحديث المرجعية، بالحقيقة أصبح حديثا معسولا. المرجعية تتأرجح بين مزاج الشارع وبين متطلبات الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشهد السياسي على صعيد العراق وعلى الصعيد الإقليمي. التذبذب الحاصل في حديث أو في خطاب المرجعية الذي تمثله الخطبة الجمعة هو بالحقيقة خاضع لكثير من العوامل، ومن أهمها حالة الشد الراهنة في الأجواء السياسية في الخليج العربي وبشكل أخص فيما يتعلق بالصراع بين أمريكا وإيران. لذلك المرجعية حريصة على أن لا يهتز المشهد في داخل العراق، لأن ذلك ليس في صالح إيران. لذلك هذا ما يفسر حرص المرجعية على عدم حدوث هزات سياسية في داخل الحكومة العراقية. من الناحية الأخرى هي تدعو وتتشدق في مسألة موضوع الفساد، ويجب محاربة الفساد وتوجه هناك الكثير من يعول على موضوع ما يسمى بالحاضنة الشعبية. أمام هذه التناقضات في خطاب المرجعية، الشعب يريد بناء، يريد تغييرا نحو الأحسن، يعني هنا الحاضنة الشعبية كيف تتوقع أن يكون أو تكون ردة فعلها تجاه ما يجري؟ بالنسبة للحاضنة الشعبية، المرجعية تعلم بأنها تخسر الحاضنة الشعبية يوما بعد يوم. لذلك لو كانت المرجعية حريصة على الاحتفاظ بالحاضنة الشعبية أو زيادة شعبيتها لا أعلنت الجهاد على النحو الذي قامت به فيما يتعلق بمسألة داعش. نعلم بأنها دعت إلى ما يسمى الجهاد الكفائي ضد داعش وحشدت ما يسمى بالحشد الشعبي الذي أصبح اليوم أقوى من المؤسسة العسكرية الرسمية وأصبح فوق القانون. لو كانت المرجعية جادة في محاربة الفساد لدعت الناس إلى الجهاد أيضا. على هنا هناك من يتساءل أستاذ لبيد، يعني هل تدار الدولة بخطب الجمعة أم لا؟ لا، الدولة لا تدار بخطب الجمعة، لكن الواقع الراهن بالعراق هو واقع كما نعلم. المحافظة السياسية أنتجت حضورا مهما ووزنا قويا للمشرع الديني أو المرجعية الدينية. أنا لا أتكلم عن المرجعية الدينية الشيعية أو السنية، المرجعية الدينية بصورة عامة تنمو وتكبر وتتنامى دورها في ظل التجاذب الطائفي. كلما كان هناك أجواء طائفية وأجواء شد كان هناك دور متميز وثقيل للمرجعية الدينية. المرجعية الدينية تعتاد على التناقضات الطائفية كما نعلم، لأن الإسلام مذهب، وللأسف هناك تناقض بين طوائفي. هنا نتساءل عن دور إيران فيما يجري. نعم، دور إيران كما أوضحت، ربما دور إيران مهم في توجيه المرجعية. المرجعية كما نعلم مرتبطة بها بقوة في إيران وحريصة على بقاء إيران، لأن إيران هي الأم الراعية للدولة الدولة الحالية في العراق، والأم الممولة والراعية روحيا للمرجعيات الدينية. لذلك المرجعية الدينية حريصة، يعني عندما يتعلق الأمر في مسألة المشهد السياسي في داخل العراق، فبوصلة المرجعيات الدينية المحلية العراقية تشير دائما، تنظر دائما إلى المرجع الديني الأكبر المتمثل بالمرشد الأعلى للإيراني وهو علي خامنئي. فدائما خطب الجمعة
الخطبة الرئيسية في طهران أو قم. هنا نتساءل عن مسؤولية النخب العلمية، النخب السياسية الوطنية من أجل تقديم مشروع بديل، ما هي المسؤولية التي تقع على عاتقهم؟ بالنسبة للنخب السياسية أو النخب الأكاديمية أو النخب الوطنية، سميها ما شئت، يجب الرهان على هذا النوع من النخب الواقعة خارج العملية السياسية. كل من دخل في العملية السياسية لا رهان عليه، لأن هؤلاء شركاء حقيقة في عملية التنسيق الحاصلة في داخل الوطن، لأن حالة التمزق في النسيج الاجتماعي ساهمت فيها بدور كبير هي القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية. إذا يجب أن نتيح هذه الجانب إذا أردنا أن نبني مشروعا وطنيا بديلا عن المشروع الحالي، ويهمش أو يضع للقوى الدينية أو للمراجع الدينية يضع مكانها الصحيح يعني، ويوحد دورها. لذلك يجب أن نراهن على هذه في مسألة مشروع وطني، ويجب أن يكون هذا المشروع في الحقيقة نابع داخل العراق، ويكون مستجيبا ومتناغم مع متطلبات الشباب العراقيين، وخصوصا الشباب الجامعيين الذين يعانون من البطالة ولا يجدون مكانة عمل. المعاناة الحقيقية بالحقيقة تنطلق من هؤلاء، لأنهم شباب جامعيون وأكاديميون وواعون، ويجب الرهان على هذه الطبقة. أستاذ لبيد، الاحتلال الأمريكي خلف حكومات يعني موجودة بعد خروجه، ولكن هنا يعني إلى أي مدى تسهم أمريكا في منع إقامة مثل هكذا مشروع بديل أو مشروع وطني يعني يعتمد في جل مرتكزاته على يعني نخب علمية ونخب سياسية وطنية؟ الإدارة الأمريكية لا تنظر إلى معاناة المواطن العراقي، ولا تنظر إلى معاناة الأكاديميين العراقيين، ولا تنظر إلى حجم البطالة التنامي في داخل الأولوية التي تحتل الدرجات العليا من سلم الإرادة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع العراق هو مسألة الأمن، مسألة الإرهاب، ومسألة استقرار البلد على النحو الذي يكون محافظا على ما هو عليه الآن. أمريكا لا تريد أن يكون تغييرا في العراق يقود إلى الاستقلال أو يقود العراقيين إلى النهي بنفسهم عن الصراعات، بين الصراع بين أمريكا وإيران أو الصراع بين المتغيرات الحاصلة في البلد. العراق في الحقيقة زاخر في الطاقات التي تجعله مستقلا عن السياسة الأمريكية، والمخاوف الكبيرة في الوقت الحالي، المخاوف الأمريكية الكبيرة في الوقت الحالي تتعلق بما تسمى مسألة الإرهاب. وطالب أن الحكومة وميليشياتها والمسؤول عنها متعاون مع في هذا الجانب، فأمريكا لا أن تحدث أي داخل العراق. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدة، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو.